السلام ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودوا في كل يوم عندنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيو على تصريحات مبروك رشيد اللي يدعو قيس سعيد لاتخاذ الخطوة الأكبر. شنو هي هذه اللي باش نعرفوها مع بعضنا؟ اعتبر النائب مبروك رشيد يوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد هي قرارات سياسية وأنه لا فائدة من الدخول في جدل قانوني حول الفصل 80 من الدستور، مضيفا أنها قرارات ضرورية في جزء كبير منها وتلبي مطالب التونسيين. وأكد كرشيد في حوار أدلى به لإذاعة جوهرة يفهم أن التونسيين ملوا طيلة 10 سنوات من حكم مضطرب كانت فيه الدولة غير منظمة والسلطة فيه مجزة، وأنهم ملوا من تصرفات حركة النهضة وخاصة تمكنها من الدولة ورغبتها في التعويض. وشدد على ضرورة توظيف القرارات الأخيرة وتوظيفا صحيحا، لافتا إلى أن لقيتها والد التونسيين وإلى أنه هو منهم، مبرزا أن الإشكالية تكمن في أن الجميع يملك نصف الحقيقة ومتفق على تشخيص الواقع وعلى ضرورة أن تتوقف المهزلة التي نعيشها وتعيشها تونس، مستدركا بأن رئيس الجمهورية لم يقدم خارطة طريق واضحة للمستقبل. اصبروا اصبروا، ما قال لكم الشهر هذا باش نقدم فيه. وأبرز كرشيد أن أصل المشكل يكمن في الدستور وفي تنظيم الدولة، معتبرا أنه قسم التونسيين وقسمهم وقسم السلطة، وأنه بسببه أصبح الصراع دائم بين رأسي السلطة التنفيذية، وأن رئيس البرلمان أصبح يتصرف وكأنه وزير خارجي تونس. واعتبر أن الحل يكمن في حسب رأيه في الاتفاق على تعديل الدستور ثم عرضها للاستفتاء في أقرب وقت ممكن، داعيا رئيس الجمهورية إلى اتخاذ ما وصفه بالخطوة الأكبر بالمبادرة بتعديل الدستور وعرضها للاستفتاء وحتى على البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. توفي بكم، شو وفقوا عليه في البرلمان ما يوفقوش أكيد. وأعرب كرشيد عن اعتقادي بأنه بوسع رئيس الجمهورية الآن أن يلعب دورا تاريخيا لإنقاذ تونس من القوانين التي وصفها بالبائسة، وقال أنها وضعت في السنوات العشر الأخير بتبيع حطوها على قيسهم هما، ما نصورش يمطلوا عليها. ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقول لكم باي باي وإلى اللقاء.